النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند النسائي، قال: من أمن رجلاً، هؤلاء مؤمنون من قبل ولاة الأمر، وبعض الناس لا يفهم، يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذه هي المشكلة، لا نفهم الأحاديث على ما فهمه السلف. فأنت أفهم من الصحابة. دخل المجوس ودخلت النصارى في الجزيرة العربية في أيام الصحابة. عمر من قتله؟ أبو لؤلؤة المجوسي من المجوس. ومع ذلك كما قال العلماء، هذا الحديث لا يصدق على من أتى من هؤلاء لعمل يعمله في بلاد المسلمين، فلا يجوز أن تستباح دماؤهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا، ولو كان المقتول كافرا.